بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني اخواتي، نقول لكم باللي الشعب كل شيء بغى التغيير. دوك المفسدين هما اللي ما بغاوش يغيروا الدنيا، لان هما شادين داكشي بالمخالب ديالو تياكلوا في هذه البلاد، والفقر تيزداد. في الدول الاخرى الناس هزوا السلاح. السلاح ديالنا حنا هو نمشي ونصوتوا. الا صوتوا بكثافه، دوك المجرمين اللي تيشريوا الاصوات ما واخا يشريو تا يعياو ما غادي يدي والو. علاش؟ لان الناس اللي غادي يصوتوا غادي يكونوا كتار. وباش الاحزاب تقدم البرنامج ديالها من حزب العداله والتنميه، هذا البرنامج اللي بغينا نحاربوا المفسدين. الا طلعوا لنا نهار 25 هما اللي يشدوا البلاد. اختاروا، بغيتوا الاصلاح بغيتوا المفسدين، الا بغيتوا الاصلاح سيروا صوتوا. اللي بغى الفساد غادي يمشي يشري يبيع الصوت ديالو ويصوت مع المفسدين. هذا مفترق الطرق. المغرب خاصو يتغير، المغرب خاص النمو الاقتصادي يكون كبير. علاش؟ لان الاولاد ديالنا باش يخدموا خاص الاستثمارات تكون كثيره. البلاد ديالنا باش تقدم خاص نحاربوا جميع الفساد. البلاد ديالنا باش تقدم خاص المدرسه العموميه تكون في المستوى، ماشي كلشي خاصو يمشي يقري ولادو في القطاع الخاص. القطاع الخاص راه كاين، ولكن المدرسه ما بقاش في المستوى. السبيطار تتمشي للسبيطار ما تلقى والو، الطرقان في الجبال وفي الوطن ما كاين والو. واش اذا فين الخير هاد البلاد مشات؟ كلاوها هادو اللي عندهم دوك الكروج ديال التوبلاس ما تيطردقوش. تنقولوا هاد البلاد قادت تعيش ولادها بكرامه. العداله والتنميه مقدم لكم خاص الحد الادنى للاجور يكون 3000 درهم. ما يمكنش شي واحد يعيش درك يعيش عائله ديالو بقل من 3000 درهم. راه الناس ما عرفش شحال تيربحوا وتيقولوا لنا وبزاف 3000 درهم. تنقولوا لا، المواطن المغربي خاص يربح على الاقل 3000 درهم. خاص المواطن المغربي يلقى المدرسه، خاص المواطن المغربي يلقى المستشفى، خاص المواطن المغربي يلقى الطرقان، خاص المواطن المغربي يمشي للعداله يلقى العدل، يلقى القاضي اللي يعدلو. خاص المواطن المغربي يستحق الكرامه، لان الا بغينا الاستقرار هذا هو الطريق ديالو. الا بغينا تطردق البلاد الثاني بحال هاد الاخرين راه الطريق ديالو. المفسدين بغاو البلاد تطردق، حنا تنقولوا لا، الصوت ديالكم هو صوت الكرامه، هو صوت التغيير. سيروا تغيروا، سيروا نوضوا ضد هذوك المفسدين. راه بحال الجوش، الا حيحتوا غادي يطيروا، الا خليتهم ما يخلي لكم حتى حبه.